صرف الألفاظ شيخ صالح والتلاعب بها في مثل هذه المعاني ماذا يعني، وما هو تحذيركم للناس من هذا القبيل جزاكم الله خيرا؟ هذا من تأويل القرامطة والباطنية ومن تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من فعل اليهود وأشباههم من فرق الظلام. هذا لا يجوز، لأنه تلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى، كما قالوا عن الصلاة بأنها هي الدعاء وصيام ختم الأسرار وإلى آخره. كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، جزاكم الله خيرا. العمدة في هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ صالح حتى يخرج الناس بالنتيجة من هذا اللقاء، العمدة في رد هذا الكلام. نعم، في رد هذا الكلام، وكيف نعتمد الكلام ونعتمد الكلام الصحيح أيضا، وأين مصدره؟ نبه العلماء رحمهم الله على التأويلات الباطنية والقرامطة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نبه في كثير من رسائله وفتاواه على تأويل هؤلاء وصرفهم الكلم عن مواضعه. تراجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا ما ذكره عن الصوفية وعن أشباههم من الذين قمنا، أو عن الباطنية والذين والقرامطة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبطلون الشرائع ويؤولونها بتأويلات باطلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.